آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله الله ناصرنا ونعم النصير بإذن الله إن شاء الله حفظ هذا وكل يدكم كل بيد وحده إن شاء الله مهما صار ضغط ومهما حاول هذا اللي جنبك وتثبت في مكانك نحن ما يعني عم نقول إنه تكشف حالك أو كذا بموقع مؤمن إن شاء الله تتمكن من العدو وتحافظ على نفسك وعلى رفقاتك بإذن الله لتحقق أكبر يعني الأهداف بإذن الله بأقل وخزائن معك